لما انا اقول على عمل عمله المسؤول ان العمل ده منقوص او فاسد او غير مدروس، انا بظلمه، بظلم جهده وعمله، بحط على العمل بتاعه تراب، عشان كده قلت في بداية الكلام انتوا ده اللي احنا هنقوله لكم حكاية وطن في 3 ايام. في هنا معانا ناس سياسيين كتير يقول لك يا راجل حد يقول عندكم فرصة في الانتخابات؟ اسمعوا الكلام، شوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. محدش